في جيم عالي قوي بيتلعب في أوكرانيا بين فريقين. الفريق الأول نظام الدفاع الجوي الروسي S-350 فتياز، والفريق الثاني صواريخ هيمرز الأمريكية اللي بيستخدمها الجيش الأوكراني. والمتابع للجيم ده اتفرج على هدف جميل سجله نظام الدفاع الجوي الروسي اللي قدر يحقق رقم مميز بتدمير 12 صاروخ هيرماس على بعد 90 كيلومتر بضربة واحدة، ولا كأنه بيلعب بولينج. بصراحة هدف جميل وتم التدريب عليه من فترة زي ما صرح قائد الفريق الروسي اللي دمر الصواريخ الهيمرز. خلونا نشوف. فيديو الجيش الروسي كان عليه تفاعل وتعليقات كبيرة من رواد منصة اكس تحديدا. خلينا نبدأ مع عليوش. عليوش أنطونيو كتب: يا ليت تفدينا بتقرير عن المنظومة دي، هو قصده منظومة الدفاع الروسي. لكن كان في تعليق من صدار كان ليه رأي تاني وكتب: البطولات الوهمية الروسية تدعو للضحك. وكمان كان في وحيد كان كتب وقال: المؤسف حقا ان هذا النوع من الأنظمة المتطورة لا نراه يدافع عن الأراضي السورية.